وأولا نترككم مع كلمة السيدة هيل العدناني من أجل تعريف شباب علينا العمدة، وهي منسقة شباب علينا العمدة، فلتتفضل مشكورة. مساء الخير عليكم جميعا، كنشكركم على الحضور ديالكم اليوم، وكنتمنى ان الامسيه تكون في المستوى ديال شباب علينا العمده. كنبغي نشكر جميع المسؤولين اللي كانوا واقفين معنا، سواء رجال الامن الوطني او القوات المساعده او المجلس البلدي ككل. كنبغي نشكر الاخت فدوى واسامه اللي جاوا من مدينه طنجه باش انهم يساندونا اليوم في النشاط ديالنا، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نشكر تعريف للمدينه القديمه بهذا المكان اللي حنا فيه ديال حصن الفتح، ومازال ان شاء الله على خير القدام، ومازال انشطه. واليوم كاين معنا واحد المجموعه ديال الفنانين ان شاء الله كنتمنى يكونوا في المستوى، وكذا باقي المدن المغربيه. كيف ما قالت لكم السيده هند، فالامسيه ديالنا عندنا مجموعه من الفنانين، وعندو المجموعه الاولى هي تتكون من شباب مدينه العرائش، كيغنوا بزاف ديال الالوان مختلفه.